حط رسالة لسمو الأمير عبر وزارة الخارجية من 3 أسابيع وطالب باسم الشعب اللبناني مش باسم الدولة اللبنانية إعادة بناء إهراءات بلبنان مش بس ببيروت حفاظا على الأمن الغذائي، ووضحت أنه نحن عم نطلب هذا الشيء من دولة الكويت لشعب لبنان مش لحكومة لبنان. فنحن كلنا أمل وكلنا رجاء أنه خلال فترة معينة يجينا جواب من دولة الكويت، لأنه الأموال موجودة، وأنا تواصلت مع وزارة الخارجية وعرفت أنه بصندوق التنمية الكويتي في أموال موجودة يمكن بشخطة قلم اليوم يؤخذ قرار أنه بنوا إهراءات لبنان، بيروت وطرابلس تستطيع الكويت أن تدعمنا فيها.